السلام عليكم اصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد، مراجعه جديده، والتليفون جديد واللي هو تيكنو سبارك 6. التليفون هذا من ارخص التليفونات اللي كيستهدفوا الناس الجيمر، يعني الشباب الجيمر، الخوت اللي كيلعبوا ببجي، فري فاير، كول اوف داتي. هذا من ارخص التليفونات اللي كيستهدفوا هذه الفئه. هذه اليوم بغينا نديروا لهذا الهاتف هذا مراجعه كامله، وبغينا نركزوا على الجيمر، على الالعاب. غنتيستي فيه ببجي، غنتيستي فيه كول اوف داتي، وغادي نشوفوا الاداء ديالو في الالعاب. ومن غير هادشي غادي نتيستيو الكاميرا، الشاشه، نهضروا على البطاريه، نهضروا على داكشي الاخر. المهم اللي كيهمنا بزاف هو الالعاب، وداكشي باش غادي نبداو هذا الفيديو. بلا ما نزيد نطول عليكم اكثر، لايك كما هي العاده، واللي اول مره يشوف لاشين ومازال ما مشارك اشترك وفعل الجرس باش ديما يوصلك الجديد ان شاء الله. يلا نبداو. رجع لكم جديد اصدقائي، ونبداو المراجعه ديالنا. وقبل كما هي العاده، اللي بغى ياخذ التليفون عند اتصالات ايت ملول متوفر عندهم حاليا، والنمره ديالهم كاينه تحت الفيديو، هي والباج فيسبوك. ونبداو بالحاجه المهمه واللي هي الاداء، المعالج ديال التليفون. ما غاديش نبدا مره بالتصميم، بما اننا كنهضروا على تليفون اللي يقدر يكون من افضل تليفونات الالعاب ب 1400 درهم. غادي نبداو بالالعاب. الهاتف هذا كيجينا بمعالج الهيليو جي 70 اللي معروف وتعرف بزاف، كاين في الانفينيكس هوت 10 والانفينيكس نوت 7، وكاين حتى في ريلمي سي 3، كاين في بزاف ديال التليفونات اللي في هذه الفئه هذه. المهم هذا هو ارخص تليفون حاليا يمكن في هذا المعالج هذا. وكما قلت لكم تيستيت فيه الباب جي، وتيستيت فيه الكول اوف داتي. غادي نخليكم شويه مع التجربه ديالي الالعاب في هذا الهاتف، ورجع لكم من بعد. وكما شفتوا الاداء ديال هذا الهاتف هذا في الالعاب، خدم الكول اوف داتي على الميديوم هاي، وخدم الباب جي على الاتش دي هاي، يعني باعدادات متوسطه، ولكن الاداء كان صراحه زوين بزاف، يعني ما فيش مشاكل، ما كاينش لاج. ومع ميزه اخرى اللي هي الشاشه كبيره، كيعطي واحد الاداء اللي زوين في الالعاب. الشاشه غادي نهضروا عليها من بعد. حاجه اخرى بغيت ندوي عليها قبل ما ندوز للشاشه وندوزوا للباتري وندوزوا لذاك سميتو، وهي ان الهاتف هذا اللي كيزيد يميزو هو انه كيجي ب 4 جيجا في الرام. تقريبا هذا ارخص هاتف كيجينا بهذا الحجم هذا في الرامات، اللي هو 4 جيجا، وكيجي بطبيعه الحال مع جوج نسخ ام 64 ولا 128 جيجا في ذاكره التخزين الداخليه، بالاضافه الى كارت الاي اس دي اللي بغى يزيد كارت ميموار. ونجيو دابا للتصميم. التصميم ديال الهاتف تقريبا غادي نهضر على النقاط اللي مختلفين فيه، بحال مثلا سبيكر جاونا في البلاصه تقريبا بحال مدمجين مع سبيكر ديال السماعات ديال المكالمات، مع الناس سبيكر لتحت. عندنا منفذ المايكرو يو اس بي، وهذه
حاجه اللي مؤسفه كما قلت لكم في هذه الفئه هذه مازال ما بغاو يحطوا لنا فيها التايب سي. عندنا لتحت منفذ السماعات وعندنا الميكروفون ديال المكالمات الفوق، ما عندناش ميكروفون اضافي. عندنا الازرار وكذا كما هي العاده، وعندنا شكل ديال الكاميرات اللي مدور يعني شكل 3D ديال 2020. عندنا زر البصمه تحت الكاميرات، الاداء ديالها متوسط ماشي اسرع ما كاين، كيبقى اداء مقبول. وعندنا حتى الفيس اي دي، الفيس اي دي حتى هو الاداء ديالو نقدر نقول لكم باللي سريع، ولكن ماشي سريع سريع بزاف بحال بعض التليفونات اللي جربت، ولكن كيبقى احسن من المتوسط. بالنسبه للشاشه، الشاشه كتجينا غير بالاتش دي بلس ماشي الفول اتش دي بلس مع الاسف. المهم كتبقى شاشه يعني الحجم ديالها بعدا كبير، شاشه هنا عملاقه صراحه، غتنفعكم في الالعاب وغتنفعكم حتى في مشاهده الافلام، ولكن المشاهده ديال المحتوى خصكم تحاولوا انكم تشوفوا الفيديوهات ولا الافلام بالجوده ديال 1000 ديال 720 بي ماشي 1080، ما كاينش 1080 كاين غير 720 بي، علاش الا كنتو كتشوفوا فيديوهات قل من هذه الجوده هذه غادي يبداو يبانوا لكم بيكسيلات مع الشاشه عندنا هنا كبيره. ونجيو للكاميرات، الكاميرا الخلفيه كتجينا باربعه العدسات، من طبيعه الحال كنظن ما غاديش نشوفوا مازال شي تليفون في قلم ربعة العدسات، هذه ولات عاده يعني تليفون لما فيهش ربعة العدسات راه فيه عيب، ولكن بعض التليفونات كيكونوا فيهم ربعة العدسات والجوده ديال التصاور لا علاقه يعني غير زايدين العدسات هكاك بحال هذا التليفون نيت، كنظن كون كان فيه غير عدسه وحده غادي يكون نفس الجوده ما كاينش شي فرق. المهم الاداء ديالهم متوسط في الاضاءه، اما في الاضاءه الضعيفه ما عندناش هنا نايت مود وما غاديش يعطونا شي نتيجه اللي مزيانه في الظلام، وهذه حاجه اللي متوقعه وحاجه اللي معروفه في هذه الفئه هذه. بالنسبه للفيديو كيصوروا فيديو غير الفول اتش دي، وحتى الفيديو كيبقى غير بجوده اللي قل من المتوسطه من طبيعه الحال، ما كاينش ستابيلايزر ما كاينش 4K ما كاينش هادشي ما كاينش هنا. وبالنسبه للكاميرا سيلفي حتى هي الاداء ديالها في الاضاءه كيبقى متوسط عادي، ما كاينش شي حاجه اللي كتميز هاد التليفون صراحه في الكاميرات. والتصاور ديالها في الاضاءه اللي قليله، الاضاءه اللي ما قويهش بزاف، الاضاءه اللي يعني ما معتادلاش، كيبدا يبان لكم شويه التشطيش في التصاور، يعني الجوده ديالهم ما صالحاش من الاخر. المهم على العموم الكاميرات في التليفون سواء سيلفي سواء الخلفيه في الاضاءه المزيانه غيعطيكم تصاور لي متوسطين، وهذا الشيء هذا معروف في هذه الفئه، هذه الفئه الاقتصاديه. ما كاينش شي تنافس في الكاميرا صراحه، كاين تنافس في المعالج والاداء ديال الالعاب هذه الساعه كنظن فين كاين التنافس، الكاميرات ما فيهمش تنافس، وما كنشوف حتى شي شركه يعني كتركز على الكاميرات بزاف في هذه الفئه هذه، وكتحط لنا كاميرات اللي يستاهلوا انهم نقولوا انهم ممتازين في هذه الفئه. الهاتف من طبيعة الحال كيجينا باندرويد 10، الواجهة ديال تيكنو اللي هي الـ HDiOS 7. كل ما شفت هذا الاسم هذا ديالها في الاعدادات غادي نقول لكم باللي نفس الواجهه ديال انفينيكس، نفس الاشارات اللي كيطلعوا، ما عرفش علاش انفينيكس وتيكنو مازال ما بغى يحيدوا هذه القضيه هذه، واش تيدخلوا بها البينغا ولا شنو. ونجيو للبطاريه، البطاريه اللي كتجينا ب 5000 ملي امبير، هذا الرقم هذا ولا معروف، 5000 ملي امبير كتدعم شحن سريع 18 واط، ولكن العلبه ما كيجيش فيها شحن سريع 18 واط. والخلاصه بلا ما نزيد نطول عليكم اكثر، هذا الهاتف هذا مقارنه مع المنافسين ديالو اللي ب 1500 درهم 1400 درهم، هذا التليفون هذا كيبقى من افضل الاختيارات خصوصا بالثمن ديال 1400 درهم. عندنا فيه الميزه الاولى اللي هو المعالج جي 70 اللي كاين في الانفينيكس هوتين اللي كيدير 1500 درهم على ما كنظن، وكاين في الريلمي سي 3 اللي حتى هو كيدير 1500 درهم على ما كنظن الى باقي عقل، ولكن غيكون طاح دابا في الثمن شويه حيت خارج تقريبا للسوق قريب يكمل عام. المهم هذا التليفون هذا كيبقى من افضل الاختيارات للي باغي يلعب وباغي شاشه كبيره يشوف فيها محتوى. نتمنى اننا السنه القادمه ان شاء الله نشوفوا تطور في هذه الفئه هذه، نشوفوا شاشات بالفول اتش دي بلس، نشوفوا كاميرات اللي يعطونا اداء زوين، نشوفوا معالجات افضل من جي 70 علاش لا، نشوفوا التايب سي حتى هو في هذه الفئه هذه ديال 1500 درهم لتحت. اعطونا رايكم اصدقائي انتم في هذا التليفون، اش بالكم فيه، شكون اللي خدا فيكم وجربوا، اللي خدا فيكم وجربوا مده طويله يعطينا الراي ديالو واش بانوا فيه مشاكل ولا ما بانوش. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه المراجعه هذه، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، السلام عليكم.